غدا ستنطلق عند الساعة 6:00 صباحا القافلة الأولى للنازحين السوريين من بلدة عرسال متجهة إلى منطقة القلمون الغربي عبر معبر الزمراني، وهي الدفعة رقم 24 من النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم بعد توقف دام سنتين تقريبا بسبب جائحة كورونا والإقفال التام لحدود البلاد. أتت الموافقات ل 1700 شخصا من أصل 2454 مسجلين لدى الأمن العام اللبناني، 751 شخصا فقط سيغادرون طوعيا الأراضي اللبنانية ويتوزعون على الشكل التالي: 726 شخصا من البقاع و12 شخصا من كل من الجنوب والشمال وشخص واحد من جبل لبنان. أما من بحقهم إجراءات قضائية وأمنية فبلغ عددهم 510، ومن بحقهم خدمة علم 227. أما 17 الآخرين فتمت الموافقة على عودتهم، لكن عليهم أن يقوموا بمراجعة الجهة المختصة في سوريا. العودة هي عودة طوعية، والطوعية تعني أن يقرر النازح السوري بنفسه ساعة العودة وتاريخ العودة. إجبارهم على العودة هذا مبدأ مرفوض، مش من المجتمع الدولي، منا نحن بداية ثم من المجتمع الدولي. هلا عندما تحين اللحظة السياسية الدولية لعودة النازحين يرجعوا كلهم سوا، الله معكم، لكن لن نسجل على لبنان انه اجبر نازح سوري ان يعود الى سوريا رغما عنه. حصل الجانب اللبناني على ورقة رسمية تتضمن التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الدولة السورية للعائدين، كتأمين مساكن إيواء وتأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر والاستفادة من العفو العام وتأمين وظائف. كذلك تم الاتفاق على إعفائهم من الرسوم الجمركية على مقتنيات كالهواتف ومعدات ألواح الطاقة الشمسية والأغراض المنزلية. اللواء عباس إبراهيم ربط العدد القليل بالشك الذي يرافق النازح السوري حول مصيره في حال عودته، وأكد أن استقرار العائدين ونقلهم الصورة إلى أقاربهم في لبنان سيرفع عدد تقديم طلبات العودة الطوعية. وقال اللواء إبراهيم: إننا لم نلقى من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملف عودة النازحين السوريين، مؤكداً رفض لبنان لطريقة التعاطي من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظمات إنسانية وأخرى تدعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها. لبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتم معه من قبل الكثيرين وعلى رأس المنظمات. هناك منظمات إنسانية وهناك منظمات تدعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها، وكيف إحنا ما نتعاطى مع هذا الملف وكيف بدنا نتعاطى مع عودة الإخوة السوريين إلى سوريا. أنا ما بعتقد في أي منظمة بالعالم أحرص منا وأكثر إنسانية منا بالتعاطي مع هذا الملف. إحنا عنا بهاللحظة 1,080,000 سوري على الأراضي اللبنانية. ليش من هالمليونين وثمانين ألف بس هودي اختاروا العودة؟ إذا قادرين نجبرهم نحن مصلحتنا نجبر الجميع على العودة. نحن مكملين بالخطة كما هي مرسومة بحذافيرة، ما رح نخضع لضغوطات، لأنه مصلحة الشعب اللبناني هي أولا وأخيرا. بعد تكبد لبنان كل تداعيات النازحين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسنوات طوال، آن الأوان لفرض قراره السيادي بهذا الملف ولوضع حد لكل تلك المنظمات التي تعمل تحت اسم الإنسانية لتنفيذ أجندات دول بعيدة كل البعد عما تقتضيه المصلحة العليا لشعب على شفير أن يصبح نازحا في وطنه.